أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے دن یہ دعا ایک بار ضرور پڑھیں یا سنیں، زندگی بھر کے لیے محتاجی ختم ہو جائے گی. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس دعا کو صحیح معنی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. روزانہ آپ اس دعا کو صبح و شام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے محتاجی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا الله يا صمد يا عزيز يا غني يا ناصر يا حنان يا منان يا رزاق يا حل المشكلات. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطاني. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. يا الله يا صمد يا عزيز يا
الغني يا ناصر يا حنان يا منان يا رزاق يا حل المشكلات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك أعوذ بكلمات الله التامة